آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع هداه وقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وأحيي أيضا إخواننا الأفاضل في قناة وصال وفي قناة صفا، أسأل الله عز وجل أن يصلنا وإياهم وإياكم بهداه، وأن لا يحرمنا وإياكم رضاه، وأن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يصفي قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الصفاء والنقاء والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم أيها الإخوة الكرام في قناة صفا وفي قناة وصال على هذا الجهد المبارك وعلى هذه الدعوة الطيبة التي تنافحون وتدافعون فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبينون الحق بحق. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا وسدادا ورشادا، وأن يجزي كل مشايخنا وكل دعاتنا وكل إخواننا ممن يخرجون بهذه الروح الطيبة وبهذه القلوب الصافية وبهذه الغيرة المحمودة ليذبوا عن دينهم
وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، شكر الله لهم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. خلي بالك، انتبه أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه أي هذه أكبر من كل الفتن السابقة، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤدي إلى الناس الذي يحب، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لقد تعمدت أن أبدأ لقاء الليلة وأنا أتكلم بقلب مجروح وبقلب كسير، تعمدت أن أبدأ الحديث في هذا الموضوع المؤلم الذي ما كان ينبغي لنا أن نتحدث فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها الفتن التي أصابت آخر الأمة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، إنه البلاء الحقيقي، إنها الفتن التي يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة بعد الفتنة، فتنسي الفتنة الثانية الفتنة الأولى مع فظاعتها وشناعتها وبشاعتها وخطرها، يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي، اللهم اعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، ثم تجيء تنكشف، ثم تجيء فتنة، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة، ثم تنكشف، وهكذا وهكذا. فنحن نعيش الآن زمان الفتن، ومن الفتن، بل ومن أظلم الفتن وأشنع الفتن، أن يضطر أهل السنة في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي هذه الأزمنة، أن يبينوا مكانة الصحابة، وأن يكثروا ويدندنوا من الحديث عن مكانة الصحابة بصفة عامة، وعن مكانة أمهات المؤمنين بصفة خاصة، وعلى رأسهن بعد خديجة رضوان الله عليهن جميعا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة حبيب الله، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أي فتنة هذه أن يضطر أهل السنة أن يردوا على هذه الكلمات البذيئة السفيهة الخطيرة التي تنال، خلي بالك، التي تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن كل لفظة وكل كلمة تنال من أم المؤمنين عائشة الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق
والله الذي لا إله غيره، إنها لتنال في المقام الأول من سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفكر يا أخي، تفكر بعقل، تفكر بعقل. لو أنك الآن تطاولت على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة قلبه بل وأحب الناس إليه، فأنت تتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتطعن في رسول الله وتشكك في قلبه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ليحب إلا طاهرة تقية نقية صديقة بنت صديق رضي الله عنها وعن أبيها. أنا أيها الأفاضل ما جلست الليلة لأتحدث عن مناقب أم المؤمنين عائشة، ما جلست لأتحدث عن إسلامها، عن هجرتها، عن علمها، عن ورعها، عن سخائها، عن زهدها، عن أدبها، عن بلاغتها، عن شعرها، عن فقهها، عن فتاويها، عن لا لا، هذا بستان يانع ماتع حافل. والحمد لله رب العالمين، لقد تابعتم حلقة عائشة في سلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وقد كررتها قناة الرحمة أكثر من مرة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم أمتعنا مشايخنا جزاهم الله خيرا في هذا اليوم الكريم المبارك على شاشة الرحمة أيضا وغيرها من الشاشات المباركة المسددة بالزود عن أم المؤمنين عائشة، وببيان مناقبها وبيان خصائصها وبيان مكانتها إلى غير ذلك. أيها الأفاضل، أنا أود أن أركز الحديث الليلة عن أصول في غاية الأهمية. الأصل الأول، لا يجوز لرجل زائغ العقيدة مريض القلب مشوش الفكر، لا يجوز لرجل زائغ العقيدة مريض القلب مشوش الفكر، بل انتبه لما أقول، بل مرتد خارج عن دين الله تبارك وتعالى، لأنه يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا وهو بذلك يكذب ظاهر القرآن ويكذب براءتها التي أنزلها الرحيم الرحمن من فوق سبع سماوات، وقد أجمعت الأمة على كفر من يكذب ظاهر القرآن، فهذا إجماع. من يتهم أم المؤمنين عائشة بصفة خاصة من بين سائر أمهات المؤمنين، من بين سائر أمهات المؤمنين، من يتهم أم المؤمنين بهذه التهمة النكراء التي يعف لساني ورب الكعبة وأشعر بخجل حتى وأنا أرددها للرد وللتفنيد، أشعر بحياء وبخجل أن أتكلم بهذه اللفظة عن حبيبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أقول أجمعت الأمة على أن من يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه التهمة النكراء فهو كافر بإجماع، لأنه مكذب لظاهر القرآن الكريم، لأن الذي برأ عائشة ليس عالما من العلماء وليس صحابيا من الصحابة ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي برأ عائشة هو الله، ولا زالت براءة الصديقة الطاهرة الحصان الرزان لا زالت قرآنا يتلى، وستظل براءتها قرآنا يتلى في البيوت وفي محاريب الصلوات وفي مساجد وأماكن العبادة، ستظل براءة الصديقة الطاهرة قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أيعقل يا عقلاء أن يأتي واحد مثلي
في مثل هذه الليلة ليبرئ أم المؤمنين عائشة؟ ما قيمة تبرئتي أنا؟